لما يجي لي فيلم سينما زي خينا مشروع، دور جد سيريس اقدر اطلع فيه تمثيل فيلم حلو، بس الدور ما فيهوش حاجه انا ما اقدرش اعملها، لان دي حصلت لي مرتين. بقيت اسيب فيلم جد وحلو وفي فن علشان في مشهد ما ينفعش، مش هينفع اعمله. طب هقف هنا واخرج فاصل واشوف المشاهد اللي ما تقدريش تعمليها، واشوف اذا كان في مشاهد ما بتقدريش تعمليها. طب في جيم اوفر ما انت كنتي بترقصي برضو رقص يعني شكله غريب شويه. طب فاصل ونرجع نشوف الرقص والمشاهد، وهو هيبقى فيه رقص اساسا او مشاهد بعد كده ما اعتقدش.